ماذا لو ظهر فتح باشغا الأسبوع المقبل قبل الموعد المحدد لاتفاق تونس جنيف وقال شكلت الحكومة وها أنا ذا رئيس الحكومة بتكليف من البرلمان؟ ما هو المشهد إذن؟ المشهد انقسام، أنه لا يستطيع أن يدخل إلى طرابلس في وجود حكومة الوحدة الوطنية وفي وجود ميليشيات مصراتة والتشكيلات المسلحة في مصراتة والمنطقة الغربية كلها في طرابلس وترفض التمديد وترفض تغيير الحكومة ما لم يسقط البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. لكن السيد كامل قال لك أن الرجل لديه ميليشياته وأيضا خليفة حفتر يدعمه، يعني الرجل سيكون معه حشد مسلح كبير ربما يفوق دبيبة. لا في الحقيقة أنا أدرى بمدينة مصراتة من السيد كامل وأتابع تطورات المشهد بدقة.